البورصة هي مكان لتبادل المنتجات المالية، والمصطلحات المستخدمة هي الأدوات المالية أو الأوراق المالية. تعتبر هذه المؤسسة بارومتر لمعرفة مدى قدرة الشركات على التأقلم مع العمليات المالية. ففي النظام الرأسمالي تساهم البورصة في تنشيط الأعمال المالية، وهذا بجعل الأسهم كسلعة متداولة. وتسعى بورصة الجزائر على تحفيز المؤسسات على الدخول إلى عالم المالية، وهذا بإيجاد حلول توافقية لفتح رؤوس أموالها وإدخال أفراد وشركات في عملية النشاط المالي. الشركات العمومية هي السائدة على غرار أليانس للتأمينات، مؤسسة الأوراس للفندقة، الصيدلية المركزية. تحاول بورصة الجزائر على تخفيف الشروط لولوج الشركات في نشاط البورصة، وبسبب الطابع العائلي للشركات الخاصة أصبح من الضروري العمل على تحسيس أصحاب الشركات ضرورياً لتوسيع دائرة المشاركة. فنشاط المال يعتمد أساساً على حب المبادرة قبل المشاركة في رفع عائدات الشركات.